إخواني السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناة فقرة ديكور. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو مش بفسر لكم الطريقة الصحيحة لتركيب أرضية خشبية من ورق الـ USB، وكذلك طريقة تركيب العازل الحراري الفلديني تحت منها حتى تكون دافية، ثم كيفاش نقوم بتلصيق الأرضيات الفينيل بالطريقة الصحيحة بواسطة اللصق. علاش نشتغل بالليل؟ لأنه كما تشوفوا لهنا سوق أسبوعية ما عندهاش أيام راحة. صاحب المحل طلب منا أن نجيو بالليل نشتغلوا، والساعة 6 الصبح لازم يعاود يفتح ويشتغل على نفسه، فنشتغلوا. بالنسبة للأخوة اللي دائما تسألني على الأسعار بتاع الشغل وكذا، مثلا لهنا الأشغال المستعجلة كما شغل الليل يتقرب في 2 السعر متاعي، يعني مرتين أكثر من الشغل العادي. لهنا كما تشوفوا إخواني نقوموا بسرعة بعملية الديمونتاج بتاع الأرضية القديمة، يعني نشيلوها. Давайте, это погнали, мужики. Открыется, он открыется. Да. Ага. أول حاجة نعملها من بعد ما نشيلوا الأرضية القديمة نقوم بتنظيف الأرضية من كل الغبار وغيره، من بعد نمرر عليها طبقة من الجروند اللي وريته لكم، هذا السائل الأبيض اللي وريته لكم في الفيديو السابق متاع عملية صب الخرسانة حتى نقوي به الأرضية، من بعد نركبوا طبقة البلاستيك. البلاستيك هذا شفاف ماهوش ظاهر برشا على الأرضية، لكن اسمه هو هيدرا بارير. الهيدرا بارير هذايا هو الوظيفة بتاعه انه يتنفس من ناحية واحدة، يعني من ناحية الداخلية الخشب يقدر يتنفس عن طريقه مع الارض، ومن ناحية الخارجية الارض ما تمررش الرطوبة للخشب عن طريقه. الاسم بتاعه نعود لكم هيدرا بارير. من بعد اخواني ان شاء الله من بعد ما نركبوا هذا الكل ناخذ الاعواد الخشب تكون المسافة بيناتهم هي نفس العرض متاع العازل الحراري اللي مش هتركبوه الفليني في الوسط حتى يكون كله مضبوط، من بعد وكذلك الارتفاع متاعها هو ارتفاع العازل حتى لين من بعد يكونوا كلهم على نفس المستوى ونقدر نركب عليهم اوراق الخشب الـ USB كما تشوفوا الان. بعد التثبيت متاع الأعواد مع الأرضية نركب ما بيناتها العازل الحراري هذا الأبيض ما بيناتها في الوسط، تكون كلها مقفلة على جميع الأرضية، ثم نقوم بتركيب ورق الـ USB ونثبته معها بالبراغي وخلاص مع الأعواد هذه اللي ثبتناها مع الأرض، ونتحصلوا على النتيجة هذه اللي تشوفوا فيها الآن متاع ورق الـ USB على الأرضية، ونبدأ عملية التلصيق اللي تشوفوها الآن مع بعض. أول حاجة نقوم بها كما تشوفوا هي أن نقوم بتفريش هذا الأرضية الفينيل على الأرض بدون لصق، ونقصوا منها الأماكن الزايدة كلها حتى تكون بالضبط هي والأرضية على نفس المقاس. ولا ننسى أخواني أن نستعملوا سكين حاد لقص الفينيل، يعني كيتار يكون حاد حتى يكون القص متاعه جميل. هنا اخواني كما تشوفوا بعد ما قموا بعملية القص شفتوه مخصوص، خلاص شفتوه بعد ما قصيناه ويكون مرتاح. وقتها شوفوا نقلبوا الناحية الأولى هيك النص، نعملوا اللصق ونرجعوا نركبوها، بعد نمشوا للناحية الثانية وخلاص. الآن بتشوفوا كيف إن شاء الله. Успокойся. Нет, они дышат.
ناش نيروبنا وجيداش ويسترنا بأو لهنا كما تشوفوا نرجعوا للخشب نتاعنا وناخذوا اللصق ونبداو نمروا اللصق عليه طب اوريكم اللصق هذا خاص بالانواع هاي بالعمل هذايا. تمرير اللصق يكون دائما بالوحدات هذه اللي فيها اسنان والسن العمق نتاعو من 1 ل 2 ملم. اللصق كما تشوفوا نقوموا بالتمرير نتاعو على كامل المساحة ونقوموا بالسحب نتاعو بواسطة هذه الوحدة شباط الأزرق هذايا اللي فيه السن 2 ملم حتى يكون يعني خطوط سيور فهمتوني اخواني بالطريقة اللي شفتها يعني. هوني كما تشوفوا كملنا التمرير متاع اللصق على نصف المساحة متاع هذا المحل وعلى يعني كامل الأماكن متاعه حتى تكون الخشب كله مغطي باللصق. لهنا أخواني كما تشوفوا نقوم بفتح هذا الرولون متاع الفينيل اللي لمدناه مع بعض في حتى للوسط نرجع نفتحه فوق الأرضية اللي عليها اللصق ونقوم بالضغط عليه من فوق وتمريره يعني تمرير هذه قطعة قماش من الآخر إلى الآخر والضغط عليه حتى يلصق جيدا مع الأرضية واللصق. بعد ما كملنا تلصيق الناحية الأولى اللي هي النصف الأول نيمه فوق منها النصف الثاني اللي مازال ما لصقناهوش اللي تشوفوا فيه الآن مقلوب فوق منها ونمر اللصق بنفس الطريقة على خشب الأويز بي حتى للآخر ثم نعاودوا نلصقوا هذه الناحية بواسطة القطعة القماش نضغطوا عليه ونمرها عليه كامل حتى إلى النهاية. عندنا هذوما مش ركبوهم باللوطة كيما الفلين تاج نقصوها 45 درجة لازم نقصوها بالطريقة هذه إيدي سودا وليرو وتشطب تي فقازه نعدل نعدل الماكينه على 45 درجه وما نحطهاش هكا نقصها لازمها كيما تجي على الحيط كيما نحطها لهنا في الماكينه فهمتوني يعني هكذا نخليها كانها بتركب في الحائط ونقوم بالقص نتاعها ليش تفقازي نعم لهنا اخواني كما تشوفوا اكملنا العمل الارضية كلها جاهزة ان شاء الله يكون هذا العمل نال اعجابكم وان شاء الله تكونوا اخذتوا منه فكرة ومعلومة جديدة بارك الله فيكم والى اللقاء.